السلام عليكم احبائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم واحد البسبوسه بالفراوله او الفريز، كتجي رائعه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ندوزوا للمقادير وطريقه. بالنسبه للمقادير البنات اللي غنحتاج، عندي هنايا واحد رايبيه، وعندي واحد كاس زيت ديال العنبه، كاس سنيده، جوج خمارات حمرين، جوج خمارات بيضين، وسميده كاسونس ديال العنبه تقريبا اللي غنحتاج، والفريز. صافي هنايا البنات، غادي ناخذ كاس ديال زيت العنبه، غادي نضيف عليه كاس ديال سنيده حتى هو ديال العنبه، فاني، وندير قبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق. صافي غادي نحرك هنايا هاد المكونات مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. صافي هنايا غادي نزيد الفريز اللي طحنت مع شويه ديال الماء في مونينيكس، نحرك مزيان هاد العناصر، وهنايا غادي نزيد رايبيه. نتوما غديروا اللي بغيتوا، المهم غير يكون دانون ديال الفريز ولا صافي. هنايا غنحرك هاد المكونات مزيان، وغادي نضيف الخمارات، كل صاشيه من وزن 7 غرام. صافي غادي نضيف السميده، وهاد البسبوسه البنات ما فيهاش البيض، بالنسبه اللي ما كياكلوش البيض صراحه كتجي رائعه البنات، غير جربوها. صافي غنحرك هاد المكونات مزيان، فهاد راني المول ديال اللي غنطيب فيه هاد البسبوسه راني دهنته بشويه ديال الزبده ودرت ليه السميده باش ما تلصق لياش. صافي غادي نخوي هاد المكونات في لاطا، راني شعلت الفران يسخن على عافيه مهيله. صافي البنات غادي ندخلها طيب ونرجع معكم لطريقه التزيين. البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم صراحه، غير جربوها كتجي رائعه في المذاق. وشكرا لكم بزاف البنات، كنتمنى تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس، بارطاجيو مع الاحباب ديالكم باش يوصلكم كل ما هو جديد، وان شاء الله نتلاقاو مع وصفه اخرى. شكرا لكم بزاف والى الملتقى.